اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده الاكل صحي والمطبخ صحي والصحه تاج على رؤوس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. النهارده مع بعض بنعمل حاجات لطيفه بنراعي في الاعتبار ان في كبار السن، في اطفال، في رياضيين، في اجازات، في امتحانات الثانويه العامه. الطلبة والطالبات وأولادنا اللي يمتحدوا ربنا يوفقهم يا رب وينجحهم، هنعمل لهم عصير النهاردة أنا مسميه عصير التركيز والنجاح. اللي هيشرب من العصير ده بالتأكيد ربنا هيكرمه. يعني لو احنا بصينا مع بعض كده في مكوناته موز وتمر وعسل ولوز وشوفان مع الحليب وشوية فانيليا. مشروب صحي رقم واحد، رقم اتنين طبعا قيمته الغذائيه عاليه جدا. معايا صدور فراخ النهارده هعملها بكاتا بالليمون صوص، دي حاجه لطيفه جميله. انا بقدر الامكان الليمون صوص مفيد جدا فيتامين سي، والفراخ طبعا او صدور الفراخ عموما هي امنه، نسبه الدهون فيها قليله جدا. معايا كوسه النهارده هعمل طبق جديد. الطبق ده انا بهديه لكبار السن، اسمها كوسه جرجيت برزيان او كوسه بوري جراتان، ده المسمى بتاعها من المطبخ الفرنسي. هنعملها النهارده بطريقه سهله، كوسه مسلوقه زي ما هي سليمه، هتنضرب بوري وتاخد فليفر وتاخد جبنه موزاريلا وتاخد شوفان وتاخد بياض بيض وتتقدم في كاسروله جراتان، هتعجبكم ان شاء الله، حاجه لطيفه وحلوه. مقادير العصير على الشاشه، معانا موز، معانا تمر خالي النوى، معانا كمان عسل، شوفان، حليب، كل دي في المقادير، كله قدام حضرتك. انا بوسع الدنيا عشان الصوره الحلوه تظهر على الشاشه واحنا شغالين مع بعض اهو. شوفان في قلب العصير، نجرب ونشوف الدنيا هتعمل معانا ايه واحنا شغالين مع بعض اهو. الخلاط معانا كده زي الفل اهوت. في كوسه في الفرن. طلبه الثانويه العامه الشيف المغازي مهتم بيها، انا سند لكل ام بتتابعني دلوقتي وكل اسره عظيمه عندها اولاد وعندها بنات في الثانويه العامه، بيبقى عندها طبعا يعني شويه تركيز، ودي طبيعه فينا من زمان، يعني دي اتنشأنا فيها. لما بيكون في طالب وطالبه او طالبه في الثانويه العامه بيبقى في زي ايه جو كده في البيت، الاولاد بيذاكروا، البنت بتذاكر، وده كويس قوي على فكره. فانت كمان ساعديهم في انك تعملي لهم عصير حلو. انا هعمل عصير دلوقتي كده نشوفه مع بعض، طريقة سهلة وبسيطة. الخلاط معانا جاهز اهوت. عينيا، حاضر اهو. نشيل دي من هنا خالص عشان نوسع. يلا. اللهم صل على النبي. كده تمام معانا؟ اهو يا باشا تمام زي الفل. طيب. معانا الموز اهوت. احنا طبعا من أول ما الثانوية العامة بدأت في الامتحانات واحنا مع بعض كل يوم نوع عصير جديد. حاطين في الاعتبار ان العصير ده يكون فيه نوع من انواع المكسرات زي اللوز، زي عين الجمل، واعتقد دولت غنيين جدا باوميجا 3 اللي بيساعد على التركيز والذاكره الحلوه. ده لوز مقشور اهوت، بحطه هنا كده اهو. معانا شوفان، شوفان بنحطه بما ان احنا بنعمل اكل صحي النهارده، حطيت الشوفان. معانا التمر او العجوه بتاعتنا بتاعت الواحات وسينا اللي بتصدرها للدنيا كلها، خلي بالك تشيل النوى منها، اوعى تسيبي نوايا هتبوظ لك الدنيا دي كلها. معانا ذره فانيليا حلوه، الطعم ده انا بحبه مع العصير. معانا عسل النحل، ربنا يعسل ايامك يا عم الشيف اهو، ما حطيتش سكر انا، عسل نحل اهو. اسقطه كله كده وهضرب كل ده في الخلاط. انا شخصيا لو شربت كوبايه عصير من دي كل يوم الصبح او انا نازل مثلا مش هطير طول النهار من غير اكل. اكل ليه؟ موز يعني بوتاسيوم، يعني مغنيسيوم، يعني كل المعادن. تمر مش محتاجين نتكلم عنه، ده هو غني عن التعريف. اللوز يا مزاجك اللوز اوميجا 3. شوفان الياف فعاله وغير فعاله. حلو الكلام؟ كل ده في قلب الخلاط. للامانه هزود شويه حليب بس صغيرين كده. وفي قلب عينيا، حاضر اصبه بس. طيب اصب، حاضر في قلب الخلاط اهوت زي الفل.
خلص الكلام. حاضر، هنشيل العصير ده من هنا. حاضر اهوت بسرعه. تعال نصب العصير بتاعنا. الله، هو ده اهداء مني لكل طلبه الثانويه العامه. اه، في كل العناصر الغذائيه اللي ممكن ندور عليها. حلقه النهارده فيها تفاصيل كتيره، فيها اكل صحي بقدر الامكان. قاعده المغذي بتقول نهرب من الدهون، نهرب من السمنه، نهرب من الماده الدهنيه اللي بتحتوي في الاكل، وانك تعملي الاكله بطريقه صحيه. هو ده هدفنا. اه، بالشكل ده كده. تعالوا نطلع في الفرن بتاعنا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه، حلقتنا النهارده على الشاشه بساطه، سهوله، مرونه. قدرنا ان احنا نعمل الحاجه اللي حضراتكم نفسكم تعرفوها بالنسبه للاكل الصحي، لان في اسئله كتير على السوشيال ميديا. شيف مغازي، عايزين نعمل خضار رجيم، عايزين نعمل الفراخ. كل ده بنعمله عملي مع حضراتكم، لان احنا بنتابع السوشيال ميديا كل يوم على شاشه القناه الاولى والقناه الرسميه طبعا، وكمان صفحه اكله امي. رؤيه فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.